ما هي التقنيات المستعملة للإطاحة بمجرمي العالم الافتراضي؟ حضرة سرقوا لي دراهمي من الكونت. سرقوا دراهمكم من الكونت. حضرة جانا مواطن لهنا يحوس يرفع شكوى من أجل النصب والاحتيال، سرقوا له 20 مليون من الكونت تاعو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أمين. أعطينا بطاقة الهوية تاعك. هذا دخول المنزل تم التعرف على المشتبه فيه، هنا قمنا بتوقيفه وتفتيش المسكن الذي يقيم فيه. الشاف وقفوه، ما درت والو الشاف، ما عندي والو يا الشاف، شي خاطيني يا الشاف، ما عندي والو، ما درت والو. هو المواطن بحد ذاته اللي قدم كل المعلومات الخصوصية الخاصة به وبحسابه الجاري للأشخاص المحتاجين. سباشو جا دادي سرق لي تليفون وهرب. دهو لك من الساكودو ولا من الجيب؟ من الجيب. جنايات الثلاثاء 9:15 على شروق نيوز.